ايه يا اخوان، تحياتنا طبعا. السلام عليكم حبايب قلبي، رجعت لكم فيديو جديد، واليوم تغطيتنا جميلة ان شاء الله راح تكون من منطقة رامنترا، من هوم برو ولوتاز وسنترال فيستيفال اللي موجودة المجمعات التجارية بهاي المنطقة طبعا، وشرح بسيط عن الاجراءات من يوم 1/4 راح تكون اسهل بكثير بالنسبة للمتلقح او ما متلقح، يجي بس مجرد اي تيكا هاي الفحصة السريعة، طبعا هي متواجدة بالاسواق ومتواجدة بالسيفن إليفن فاملي مات بتايلند بكل الاسواق بالصيدليات ورخيصة كلش، سعرها دولارين فحصة خلال 5 دقائق النتيجة تطلع، يعني احنا مرات شوارع او مراكز تجارية نروح يفحصونا يلا ندخل، فهاي راح تطبق بتايلند وتحتاج بس تأمين صحي بدون اي حجز بدون اي حجر، وان شاء الله خير ونتمنى لكم جولة جميلة وبقوية. تحياتي حياتنا اخوان، طبعا هاي احنا متوجهين على رامنترا والمجمعات الموجودة بيها اللوتاز او الهومبرو وسنترال فيستيفال، طبعا منطقة حلوة جدا، منطقة انا ما مصورها سابقا صراحة، فحبيت اصورها لكم اليوم يوم السبت 26/3/2022. طبعا هذا الهوم برو على الجهة اليسار، هوم برو هذا، ولقدام اللوتاز. ندخل بالهوم برو اول شيء نشوفكم الهوم برو وبعدين اللوتاز وبعدين سنترال فيستيفال. تحياتي ابقوا وياي. هذا الهوم برو، اول ما تدخل همين هوم برو جميل جدا، طبعا يبيعون شاشات صناعة تايلندية صناعة سوني، جميل جدا طبعا كل جميل. سوديكا جميل جدا جميل، هنشوفكم حاجات ما شاء الله كبير جدا كبير. هذا مواد المنزلية، مواد الطبخ، الشاشات كلها موجودة بالهوم برو. سوديكا مواد الطبخ، تحياتنا اخوان، طبعا جولتنا مستمرة بالهوم برو وادوات البناء الجميلة وادوات خاصة بالسيارات، وابقوا ويانا راح نشوفكم بعدها نتحول على اللوتاز وسنترال فيستيفال. تحياتي. We'll be right back.
هنا الجو حار بتايلند طبعا، تبريد ماشي، ادوات خاصه بالتبريد سبالت مبيعاتها ممتازه جدا. هاي صحيات، شوف اخوان هذا ديكور، يعني شوفوك الديكور بس شنو اللي يعجبك تشتري. هاي الخلاطات موجودة هنا، هذيك طبعا يسلمون الناس يحترمون هذا الكاشي، كاشي خاص بالبناء. شوف اخوان هاي البي بي سي والجام، هذا تأسيس الألمنيوم. هذا الكاشير قباكم تحيات، وهذا المسبح. هذا مداور مسوي له. راح ندخل باللوتاس، هذا الانتر مال اللوتاس والخروج هناك. ماجدا نوس، هذا سنترال فيستيفال جبانا، نطبق سيارتنا ونزورهم اثنينهم. تحياتي. البي كي اف سي واسواق جميله جدا. بقنا السياره اجينا هنا همين نتغدى وهمين نصور لكم شكو ماكو جوا. رامنترا منطقة جميلة طبعا. هاي تدخل جهاز يفحص لك، يفحص درجة الحرارة وبعدين يفتح البوابة. لاحظوا لوتاس طبعا كبير جدا، كل شيء موجود به. شنو البالات موجود لي. لاحظوا ملابس احذية 70% ما شاء الله، تخفيضات حلوة. لاحظوا هاي وكالة سكيتشر، ملابس واحذية. اسعار حلوة. يا حبايب قلبي ابقوا وياي، راح نتحول على سنترال فيستيفال. المجمعات يعني غايتنا انه نوصل لكم شنو الموجود في رامنترا، وكل التصوير راح يكون موقع هذا المكان بصندوق الوصف. ابقوا وياي. تحياتنا اخوان، جولتنا مستمرة في هذا السنترال الجميل والرائع صراحة. هذا مركز تسوق يعني اسواق جوا. شوف اخوان فواكه، مو فواكه،
راح ندخل طبعا بقسم جميل جدا في هذا السنترال وقوياي، وان شاء الله تستمتعون. جميل هذا، كل جميل. شوف حبايب قلب، قسم جميل جدا وبارد في سنترال فيستيفال. بيع الماركات العالمية والساعات. ها حتى ورود هنا بقينها جميلة، ياخذون صور، يجيبون الكلب هنا لهذا المركز وياخذون له صورة. تحياتنا حبايبي. نصعد فوق والله نشوف شكو ماكو. احلى المنظر، جميل. سنترال عملاق صراحة. لحظة حبايب قلبي. هذا مسموح يجلبون الكلاب بي، كل من جاي شايل جلبة وجاي. جميل، كله جميل. تحياتي يا اخوان. طابق ثالث هذا اقوالنا. تحياتنا اخوان، هاي كراسي للمساج. لاحظوا جمال هذا السنتر. الله، كلش كلش حلو. بورود تقطون الصور هنا. القسم طبعا مولات تايلاند صراحة رائعة جدا. تجون هنا تستمتعون صراحة بالشغلات، العروض والشغلات اللي يسووها. هاي ورود. هاي هنا تلتقط الصور. حياتنا حبايب قلبي، وصلنا لنهاية هذا الفلوق. ان شاء الله نشوفكم بحلقات وفيديوهات وفلوقات جميلة في المستقبل. تحياتنا، سلام. ادعمونا باللايك، واللي ما مشترك بالقناة يشترك ويفعل الجرس حتى يوصله كل شيء جديد. مع السلامة.